مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، وهبدا برضو الفقره يعني نصها الثاني واقول انها الاراده ويا ساده. خلينا نقول انها الاراده يا ساده، بمعنى ان حضرتك ما فيش حاجه اسمها اصل انا مش قادر، اصل انا فاشل، اصل انا ظروفي وحشه، اصل انا الناس ضدي، ما فيش حاجه اسمها كده. طول ما انت عندك اراده وعندك حلم وهدف هتقدر توصل له، بس ثق في نفسك واستمر. ومش بس تستمر، انت لازم تتحرك كل يوم، يبقى فيه حركه كل يوم، تحاول ان انت تقرب لحلمك. لكن تتكلم بقى عن ظروف، اصل الناس ظلمتني واصل الناس عملت لي، ممكن يكون حقيقي بس في الاخر انت محلك سر. فلازم يكون في استمراريه واراده. يعني ناس وقصص بنستضيفهم وابطال بيكونوا معانا في 10 الصبح في الاهلي وبنتعلم منهم صراحة كل يوم. أنا برحب بيكم مرة تانية، وأروح معاك بقى يا أحمد، لأن إحنا كنا بنتكلم عن هنا فكرة الاتحاد بقى، إحنا نشكل الاتحاد لقصار القامة اللي بيشمل كذا رياضة، منهم طبعا كرة القدم والتنس. فخلينا نكمل النقطة دي. هو الاتحاد بدأ من سنتين تأسيسه، لما يعني لما لقينا فيه نماذج كبيرة ناجحة في الرياضة، واحدة زي أستاذة حنان فؤاد بطلة أفريقيا في ألعاب قوة، تمام، تنس طاولة، تنس أرضي، بقى في نماذج فعلا المفروض يبقى عليها الضوء. فلازم الاتحاد، كنا لازم نعمل اتحاد يقنن المواضيع دي كلها، بحيث الناس دي كلها يعني حقوقها تبقى محفوظة. فجينا فكرة الاتحاد برئاسة الدكتور متولي، قلنا نعمل اتحاد هنضم فيها جميع الألعاب، كرة القدم، تنس أرضي، تنس طاولة، ألعاب قوة، جري، سباحة، رمي، كل الألعاب دي، بحيث نقلل الموضوع، بحيث أتملي أقولها اللي نفسه عايز يلعب حاجة يلعبها، أنا اللي بحط القانون، مالكش دعوة بحد، العب. نفسك تلعب كرة قدم، يعني كانوا كلهم نفسهم يلعبوا كورة، معانا نماذج تانية، يعني العب. صح. حاجة هتوقفك ليه؟ جرب، حاول. مرة هتفشل، مرة بعد كده هتنجح. الأهم حاجة طلع الطاقة اللي جواك، شوف النوع إيه اللي هتطلعه وطلع الطاقة اللي جواك. صح.